التأكيدات في مؤتمر الشباب بأنه هيتم الانتهاء من تسكين 1 مليون مواطن في المناطق، يعني هيتم طبعا نقلهم من المناطق غير الآمنة وتسكينهم في المناطق الآمنة في نهاية عام 2019. ان شاء الله. بس في نقطه نحب نوضحها شويه، ان من ضمن الغير امن ان انا منطقه ملوثه صناعيا او ساكن تحت ضغط عالي. انا لما حالتهم الانشائيه لبيوتهم كويسه امنه، البيوت امنه، بس صحيا بس صحيا هو وبيئيا غير مناسبه هنا للحياه. ممكن اصرف على المشروع، مثلا زي مشروع بتاع القليوبيه، منطقه القليوبيه شبرا الخيمه والقليوبيه ومنطقه السد العالي في القاهره، في 12,000 اسره عايشين تحت الخطر ده. هنا انا ما بعيدش تسكين الناس لان حاله انشاء البيوت كويسه، انا بدفع فلوس لدفن الكابلات او تغيير المسار. دفن الكابلات او تغيير المسار في مشروع زي ده مكلفني مثلا 750 مليون جنيه، هو كان الاول اساسا كمان كان 2.6 مليار جنيه. شفنا مسارات اخرى اقل تكلفه وطرق اخرى اقل تكلفه بنفس الجهد ونفس الكافيه، فدي حاجه اللي هي ما عدناش تسكين الناس لكن امننا حياه الناس، عشان بس يبقى الناس عارفه. احنا ممكن ندعي ان سكننا 1 مليون مواطن، لا، في بعض الحاجات ما بتسكنش، احنا بنامن الوضع اللي هم فيه. زي السدود، احنا شغلنا كذا سدود، كذا مشروع سدود في جنوب سيناء. دي سدود بتخطر على حياة الناس، السدود اللي كانت معمولة في راس غارب لما حصل السيول اللي في راس غارب. هنا وحالة البيوت هناك في فيلل والدنيا راقية جدا، لكن كانوا عايشين تحت خطر السيول أو خطر الضغط العالي أو خطر ملوثات المصانع. الحاجات دي احنا بنلغيها تماما عشان نحول الموضوع من عدم الأمان للأمان. هي مش عملية تغيير إقامة. تغيير إقامة لا، مش كله. كل مكان على حسب اللي مطلوب وحالته أصلا إيه، بيعاني من إيه أساسا. احنا ما بنخش الموضوع، مش بتخش فيه بدماغنا كده على طول نخبط فيها، لا، الموضوع بندرسه. عندنا استراتيجيات مختلفة للحلول، منها إن أنا أحل العامل المؤثر على عدم الأمان. ده لو الإنشاءات سليمة. لو كانت إنشاءات سليمة، لكن لو مش سليمة بغير المكان على طول. أو مش بغير المكان نفسه، بغير المبنى نفسه، زي مشروع مثلا روض السيدة في نفس المكان بس هدينا المباني. مشروع الأسمرات، الأسمرات احنا غيرنا المكان لأن المكان الأصلي لا يمكن نبني فيه لأن انهيارات جبلية، سقوط صخور، حاجات كتير، عوامل لا يمكن تسمح إن احنا نبني تاني في نفس المكان.